بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعين الكرام في كل مكان، سعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. من هنا من ميدان الوقن للسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث ينطلق شوطنا الأول الخاص هنا بالبكار الفطامين ضمن صندوق حمران لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا ينطلق هذا الشوط حاملا هذه الأسماء من النجوم، نجوم المستقبل وسن التأسيس. نذهب إلى شعار الشافعي، من يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الأول يقدم قدم الشاهنية وسيف بن عبد الله بن سيف الشافعي هنا القادم هناك من السلطنة للمشاركة، بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظة والتواصل هنا والقدوم مشاهدين الأعزاء. شعار بالسلمي هنا يتقدم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام من خلال هذه التحديات وهذه المنافسة. سالم بن محمد بن سليم الأعفاري، بينما هنا الدخول والتواصل في هذه اللحظة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. يأتي هنا شعار بن بركة اعتقد هنا 58 هنا عرايف، نعم بالفعل، وسعيد بن عبيد بن معضد النعيمي يقدم عرايف، ولكن أرى وصول من شعار صالح بن مبارك بن برك العامري يتواصل بن برك، ولكن النعيمي مع عرايف عرايف هنا. فهذا شوط سعيد بن عبيد بن معضد النعيمي، سلام النعيمي، سلام سلام عرايف، سلام تهانينا والناموس ولحظة الانتصار، تهانينا والناموس هنا مشاهد الأعزاء وتهانينا لسعيد بن عبيد بن معضد النعيمي، بينما المركز الثاني صالح بن مبارك بن برك العامري، وثالث الأسماء هناك شاهنية سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي. إذا عودتنا بالتهنية والناموس لسعيد بن عبيد بن معضد النعيمي، من قدم لنا عرايف في الشوط الأول مع التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء 2:11. هناك أيضا مشاهدين الأعزاء 16 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.